اهلا، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تدوزوا معايا هذا النهار، هذا النهار يوم السبت. كيف كتبوا انا دابا يلا بديت كنوجد في الفطور داكشي اللي عندي في الدار. غادي نحط شويه المسمن، غادي نحط شويه ديال الكرواسه وشويه ديال بوشيار اللي حضرت معكم. اللي ما شافوش رجع الفيديو اللي قبل من هذا، كدرت معكم بوشيار كيجي رائع مع شويه الزبده والعسل الحر من داكشي. المهم غادي تدوزوا معايا هاد الوقيته، هاد النهار هذا، تشوفوني كيفاش غلط راسي مع بنتي ومع راجلي، كيفاش دوزنا وقيته ديالنا غير في الدار، ما خرجناش. راكم عارفين ما كنصورش لكم بزاف الويكند، ولكن هاد المره صورتها لكم لان غير في الدار حنا جالسين. هادي راه عسل الحر كيف كتشوفوا معايا ديال البلاد. غادي نذوبوا شويه مع الزبده باش ندهن به بوشيار. يلا كنتمنى تدوزوا معايا وقيته زوينه، نونسكم واحد شويه، نحيد عليكم شويه ستريس، وخليكم معايا. البنات هو الفطور ديالنا نوابيره. المهم ندوزو نفطرو. ها هو المخمر، نورا كلات منو البارح. ايوا هادي عسل حر البنات ديال البلاد، ودرت معاه شويه الزبده على قبل هذا. هشام انا بغا نسمن فيه فرماج. غتكون حدايا هشام، فين كنت؟ رايو صافي، حطيت هاد كراويسات هاكا لسالات نور تبغي تاكل مشحشو قهيوه، وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. يلا الغدا غنبارطاج معكم اليوم شنو غادي نديرو الغدا. هيا نور كتاكل فوتو، لا فيديو، كتاكل مخمار مع العسل الحر. شنو كتاكلي نور؟ مسمن بوشيار، قولي بوشيار. والعسل. صافي من بعد الفطور دزت مسح في البوطه لانه طرش عليها العسل وهذا، وانا ما كنبغيش نخدم بالبوطه مسخه، ولو خصني نقيها عاد نخدم فيها. دابا البنات غادي ندوز نوجد واحد الخلطه. المهم هنايا الدنجال، البنات بزاف كانوا سولوني قال لي واش سناء الدنجال كتحتفظي به في المجمد؟ لا، كنت قطعته باش اليوم غادي نخدم به. غادي نقليها البنات هنا بعد ما درت ليه الملحه، غادي نخليه. خديت هنايا واحد شويه الدقيق، غندير معاه شويه الكمون، وغادي ندير فيه البزار والتحميره. هنايا خديت شويه البزار، ما كنكثرش بزاف حتى هاد البزار حار. هنايا شويه الخرقوم والتحميره، واحد شويه حتى هي الملح بلاش، راه درتها في سميتو، درتها في الدنجال. وغادي ناخذ شويه القزبر يابس، وغادي ندير شويه السودانيه. وضفت هنا غادي نضيف واحد شويه ديال خميره الحلويات، غير واحد شويه كيف كتشوفوا، حساب نص معلقه صغيره. وغادي نخلط كل شيء مزيان، ندخل هاد المواد الجافه. ودابا غادي نضيف الماء ونخلط حتى نحصل على واحد الخليط، ما هو ثقيل ما هو خفيف بين وبين، اللي غادي نبقى ندير فيه الدنجال. صراحه جربوا البنات هاد الخلطه، راه كتجي واعره. عرفتي شنو واعره؟ واعره، المذاق ديالها زوين بزاف زوين. هاكا هذا هو التركيبه ديالها، هاكا خصو يكون الخليط، وغادي نخليه على جنب. و ندوز نقضي الشغل ديالي، ما غاديش نقلي دابا الدنجال، انا غير وجدت كلشي. دابا غادي نحيد الدنجال من البانيو، غادي نصفيه مزيان حيت دابا طلع داك الماء، وغادي نحطه في هاد السربيته هادي نقيه، ونخليه يشرب، يعني يشرب الماء منه ما يبقاش فيه داك الماء بزاف. صافي غادي نحطوها كنستفو، وغادي نغطيه ونحتفظ به. صافي هذا خليته، هو بدا كيعقد واحد شويه. دابا غادي ندوز نقطع البصله. بغيت ندير غير واحد الشرموله بمطيشه والبصله، بحال شكل تكتوكه، هي ديال بمطيشه والبصله. غادي ندوز دابا نوجدها، راكم عارفين كيفاش الطريقه ديالها، راه ساهله ماهله باش نرافقها هكا مع الدنجال والدجاج. ندير الدجاج
بحال شكل القضبان، ولكن لا نشدوه نديرو في الشوايه مقلب بحال الشوايه. المهم هنايا انا درت الزيت النباتي وزيت الزيتون، نخلي البصله شويه تشحر وعاد نضيف على المطيشه والتوابل. هادشي اللي كاين. البنات دابا نبارطاجي معكم واحد الخلطه واعره غادي نديرها دابا للدجاج، واعره 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 كتجي زوينه، يعني واخا ديري حتى في القطبان كتجي زوينه. هنايا غادي ندير الزيت، الزيت على كميه ديال الدجاج اللي غادي ديري، زيت الزيتون، غادي ندير شويه عصير الحامض حساب جوج معالق كبار هكاك، راكم عارفين الدجاج كيبغي الحامض. غادي ندير دابا واحد جوج معالق كبار ديال دانون مسوس، كتجي واعر دانون مسوس. انا عاوتكم واحد لاصوص كيدير خطار، سمعني. نبدلو شويه من شويه من داك التوابل ديال كنديرو التوابل كامله وصافي، نبدلو شويه. من بعد دابا غادي نضيف هنايا شويه ديال البزار، وغادي ندير سكين جبير. هنايا درت شويه الملحه، وغادي ندير شويه ديال صوص طوماط، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يدخلوا في بعضياتهم. غادي نضيف دابا هنايا واحد شويه الثومه غبره كتعطيه مذاق حتى هو زوين، وهنايا شويه ديال الخرقوم، شي طيب منظر زوين. نخلط دابا كل شيء مزيان مزيان وصافي. دابا ناخذ داك الدجاج ديالي غادي نضيفه على لاصوص، ومعاه حتى شويه ديال القزبر ومعدنوس يطربيع صافي. وغادي نخلط هادشي ونخلي هذاك الدجاج ديالي تما كيتشرب، انا كنخلط بيديا باش كنعرف كلشي تخلط، المعلقه وداكشي ما كبرتش ليا الغديد. المهم هادشي اللي كاين. دابا غادي نخليه نحتفظ بيه في الثلاجه ولا اخليه حداك حتى يشرب داك الشي كامل. البنات طلعت باش نشطب البيوته، الجو اليوم واخا كتبان الشمس هكا راه كاين البرد، اليوم كاين البرد صافي. غادي ندوز التشطيبه هنايا ونفرك داك الحمام، الحمام خصو شي تفركه نيت. طلعت لهاد المكان العجيب، خصني نطوي هادو اللي في البيت هنايا، خصني نطويهم ونطوي هادو، و صبنت الفاطي خصني نشرهم، وهادشي خصني نهبطو نرجعو للمايه. دابا غادي نجمع بيت بنتي وتا هو ندوز عليه الشطيبه، وندوز الشطيبه على انا فوق باش نعطي نعطي هشام حتى هو يشطب لتحت وصافي. وهانتوما معايا غادي تجمع معايا اليوم الدويره، راكم عارفيني انا الويكاند ما كنبغيش نشقى، ولكن مع هذا الحجر الصحي راه جالسه في داري. هولندا ما علناش على الحجر الصحي، ولكن انا بكوني مغربيه مضامنه مع الناس ديال المغرب، و الاكثريه المتتبعات ديالي مغربيات، يعني نحاولوا نوريوهم باننا حنا جالسين في ديورنا حتى هما باش ما يخرجوش للزنقه. المهم خليكم معايا.
كيف كتشوفوا حيت هذوك النونوسات كاملين اللي كانوا فوق الماريو غنحيدهم مع هما بيضين وبانت فيهم الغبره. ديتهم غادي نصبهم في الماكينه. وهنايا خديت عير هنا عندي في البخاخ الماء والخل هو اللي باش كنمسح لها البلاكارات ديالو، باش كنمسح لها العود ديال الناموسيه، كل شيء كوزينتها كل شيء كنمسحوا لها بهذا الماء والخل صافي. في تنظيف العمق ديما كنستعمل انا الماء والخل بزاف، هو اللي كنستعمل، ما كنديرش بزاف د البرودويات الا داكشي ديال الدوش زعما الكالكير اللي الحوايج اللي فيهم الكالكير هما اللي كندير لهم لي برودوي باش غادي يحيد منه صافي. المهم انا غنمسح لها البلاكار كامل. بالنسبه لهاد الخزانه هادي راه كنمسح لها نهار ونهار لا، كنمسح لها بهذوك لي لانشيت المعقمه. وفاش كنبغي ندير التخمال يعني تنظيف البيت كنخدم الماء والخل بزاف. هنايا صافي كملت سميتو كملت الخزانه، غنمسح لها غير هاد البيبان ديال المجوره والبيبان لتحت، و شي حاجه راه باقا تما خاوي يعني تنشوف باش غادي نعمرها. لا راه ما حد غادا كتكبر وداكشي ديالها كيتزاد يعني يقدروا يلو عندها كتوبه يلو عندها فهمتي. غتبان لكم واحد الكادر تما طاير من بلاصتو ما بقاش ياكو هذاك اللي كنت ضربتو ديك النوب بالنونوس طاح هو يتهرس لصقو هجامو كلشي وباقي غير ما ركبوش له هنايا في هاد الوقيته هادي بقى ما ركبوش له، ولكن راه في هاد النهار هو فين طلع لصق له هذاك الكادر صافي. هنايا بدلت له الاغطيه راه شتوني بدلت له الاغطيه وكلشي، ولكن باقي ما مسحش ليها العود ديال الناموسيه من الفوق، يلاه غادي نمسحو ليها. ومسحت لها الطويبله ديالها وبديت باسبيراتوريا الاولى، عاد من بعد غادي ندوز واحد الشفيفه خفيفه. وكيف قلت لكم النونوسات اللي فيهم غبره حيدتهم وغادي ندير لها نونوسات جداد نقيين نحطهم لها تمايا صافي. ملي كتغبر هكا شي فونه كنمشي كنغسلها غير تما في الدوش وكنرجع ثاني كنمسح لها. غتبان لكم واحد الشبكه فوق الناموسيه ديالها، هذيك ديال الحوايج ديال التصبان هبطتهم فيهم حوايجها وفيهم حتى حوايجنا. المهم انا حطيتها تما باش غنرد لها حوايجها الماريو ورجع حوايجنا حتى حنايا. المهم انا دابا كنرجع كل حاجه للمكان ديالها صافي. من بعد ما كملت مسحت البلاكار وكلشي صافي هادشي اللي كاين. يلا خليكم معايا تنكمل البيت. البنات كملت ليها بيتها صافي. درت ليها نونوسات جداد ضفتهم ليها حيت الاخرين راه شفتوهم معايا غادي نطلعهم يتصبنوا عمرو غبره، وهادو راه ديجا مصبناهم وكل شيء صافي. دابا راه قديت لها بيتها جففتو ليها وساليت، باقا حاطه لها هذه هنا حيت باقي ما لقيتش لها شي طابيت اللي هي زوينه تبقى تحط على رجليها. وهذه كانت ديال البوكس ديالها الا عقلتو اللي كانت جابت لها عمتها، هذه الفراش ديال البوكس وحطاتها تحط على رجليها حيت هي كتلعب في الكوزينه بزاف. هاد الحوايج خصني دابا نرجعهم وعاد نمشي نمسح الغبره من البيت، نمشي نشوفهم بعدا هما اش كيديروا لتحت. المهم البنات هو هشام معاوني كيشط يدوز هنايا اسبيراتور و تقب شي بلاصه هنايا ديال التلفازه، هو هنايا كلشي كان هنا مغبر، هو دوز اسبيراتور. هادي غير سلاح ياك هاد الفرشي ولا ماشنا حاب شي حاجه؟ ونور راهي ماتي شنو كدير تما؟ شنو كديلي
بعدا باقي مشارجي مشارجي. نور كتقرا نور، ها نتوما نور راه كتقرا. ما كان دايما دايما كا بافنيت شي هي الخوت. يس لايك 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 دايما باش نطلع. ايوا كلشي خدام. نور كتقرا دابا غادي ندوز مسح الغبره من بيتي. هاد الكوافوزات خصهم يتمسحوا وشوفوا ها الكوافوز ديالي كيفاش داير مربش خصو يتقاد. فين ما كنجيني شي حاجه صافي كنقرب لكلشي. حتى غادي نحيدو ونمسحو ومسح الدجاجه حتى هي نمسحها من الغبره. المهم ندوزو عليه واحد زويف كامل. واحد الاخت كانت سولتني ديك النوبه قالت لي واش هذا معطر الجو. لا البنات مقله معطر جو قرعه رقق من هذه وطويله، اما هذا معطر بخاخ للجسم ديودورونت. هذا كنت خديته من المغرب في درب سلطان. دابا راه خويا حتى هو جابهم في المحل ديالو راه ولا كيبيعهم زوينين بكل وحده. هذه بحال دابا هذه سميتها اول عود، وهذه سميتها انغام الحب. ريحتهم خطيره خطيره. كنديرهم انا عيم من الحمام الحمام وحق الله ملي كنخرج من الحمام تنديرهم كيعجبني نديرهم عيم من كون خارجه من الحمام. صافي هذا الشيء اللي كاين. دابا انا مسحت هذا الشيء كامل، غادي نرجع كل حاجه لبلاصتها بلا تقربيل بلا والو، وداك الشيء منظم. بنات هاد الريحه راه زوينه بناتي، قالوا لي اشمل روايح كتستعملي. كنستعمل هادي، كنت ديجا درت فيديو هادي. دابا كنديرها في البرد، هاد ليدي مليون، وهاد حتى هي كنديرها في البرد. كنشريها وكنساليها دغيا. هادي هادي كنديرها بزاف بزاف، هادي كنساها، ولكن هادي كنديرها بزاف. هاد كالفيل كلاين. بالنسبه لديوغ، ديوغ حتى هي زوينه، وهادي حتى كالفيل كلاين. انا معشق كالفين كلاين كتعجبني بزاف. هذه انترنيتي ممانت. وخلاص الناس اللي كيعجبهم الريحه مجهده وبريحه العود وهذاك الشيء، هذه زوينه بزاف البنات. امبريال عربيه كيبيعوها هاد لا مارك، هذه سويس عربيان.
كيبيعوها زوينه، وكنت خديتها في بروموسيون، كنت خديتها في بروموسيون ب 70 اورو وخلاص. هاد هادي زوينه، هادي حتى هي البنات، ريحه واعره. لا مارك هادي واعره، ايفي سانت لورانت، حتى هي خطيره هاد الريحه. وصافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. هادي كنت خديتها من المغرب، ريحه واعره ديال العبار. ها كنعطر بها الفريش وصافي. هادشي اللي كاين. دابا ندوز نرجع هادشي. انا رجعت دابا كل حاجه لبلاصتها. هنايا درت داكشي ديالي، تعير الزيت هذا هو اللي كان البنات اللي كنمشط النور دابا بيه شعرها. في الايام العاديه كنبقى مشط لها بهذا ديال اللوز، ومي كنبغي ندوج لها راه كنزيد لها شعرها بالكوك. هذا هو اللي كناخذو ليها، خديتو ليها بيو من دي ام، وانا كندير هذا زيت اللوز خديتو من بيبرا والمارت. هنايا دايره كاع الرويح ديال هشام هنايا كاملين، وهنايا داكشي ديال الدوش ديالو دايره ليه هنا في هاد الكريطينه. وصافي هادشي اللي كاين. ودابا خصني نهبط ندير ليهم شي حاجه ياكلوها، راها ما عرفتش شحال الساعه دابا كاع ما عرفتش شحال الساعه. صافي البنات، كملت بيت بنتي في التخمال وبيتي انا قدوش تنا نطيب لهم يتغداو. هنايا هبط غادي نبقى غادي ندير الزيت هنا باش ندير فيه الدنجال هنا. الناس كنت غادي نبدا بالدنجال هو الاول، ولكن لا غادي نحيدو وغادي ندير سميتو الدجاج هو الاول يطيب. نديرو في هذيك الشوايه، هذيك المقله اللي بحال الشوايه، غادي ناخذ شويه الزيت من هذه المقله ونديرو في هذه باش غير شويه شويه. لا لا توش عليا متوش عليا. غادي ندير الزبده، الزبده هي اللي باش غادي باش غنطيب الدجاج غير شويه باش نديرو. هادي شوية شعر ديال الطياب. وغادي نبدا نحيد هذا كل وحده بوحده ونحطها هنا. الدجاج كملتو حطيتو هنايا تنبغيو نشعل عليه غير هاد الفريرين الصغيور. وداك الزبده اللي درتو فيها داكشي اللي طلق داك لاصوص خليتو كيجي زوين، غندير فوقو شويه زبيده بلديه ونحطو. دابا شعلت على المقله اللي غادي نقلي فيها الدنجال، غادي نبدا نغطس هنا وندير هنا، نغطس هنا وندير هنا. المهم البنات ها هو الماكله ديالنا. هاد الدجاج عرفتي كيجي فتي، عرفتي شنو فتي البنات؟ فتي، عرفتي شنو رطب رطب. الدنجال شوف كيفاش كيجي واعر، حتى المذاق ديالو واعر. كليتو هكا طاين فريت. ها هي لاصوص ديال الدجاج.
صافي وشرموله اللي حضرت معكم واش لايده وغادي ندوزو نتغداو النور نحط له هنا باش نجي فراشط يلا حقكم في الجنه سمحوا لينا. ودابا من ورا الغدا دزت نغسل المعينات حيت الماكينه عامره بداك الشيء اللي انا كنت خدامه فيه وهادو المعينات ديال الغدا راه كندوزهم حتى هما بيديا. كلشي تغدى وسال الحمد لله. لبست نور حويجاتها وطلعتها ترتاح شويه في بيتها وصافي انا نغسل معيناتي ونمشي نشوف اشنو مازال خصني ندير ومعكم معايا هذا النهار من دابا حتى الليل ان شاء الله. موانسين مع بعضياتنا نهضروا مع بعضياتنا شويه هضره وشويه موسيقى وهاي غدا دايزه. اخواتاتي من بعد ما ساليت الفوق نورا طلعتها لبيتها وشوفوا واش كان دايره ليا في الصالون. عباد الله ريتلاتو الحرب العالميه تقولي عندي شي 6 دراري ويانا وحده هي وحده دبلة مقلت وحده ابالكم طابلو باقي ما لصقتوش ما باغاش نلصقو كنقول غنحيدو كامل وكاين مي كنحيدو كيبان ليا الحيط خاوي كنعاود ردو الله يعفو عليا لصق شي حاجه تما. المهم ندوز بعدا سميتو كنت كنصوصهم كنت كندير لهم اسبيراتور ساعه اسبيراتور ما كتبردش ليا الغديد فيهم كذب عليك واخا كندوز ضروري كتبقى لاصقه شي لعيبه كندوز نصوص بشي سربيته والو اش خصصت ليهم ها كمشطهم بهادي خاصه ديالهم خليتها لهم غسلتها مزيان وشوف ها انت شتو شو هنايا كي داير ها كتشطبو يعني كتبرد ليا الغديد ما تتخليش زبله فوقو زبله ما نخليهاش. المهم نجمعو نرجع معاكم انتم البنات مابقاوش دوك الخياطة مدلين الحمد لله رجع حيدهم وخلى غير ريسيبتور واحد الاخر ديال الاذاعه المغربيه حيدو حيت ما كنستعملوش انا اصلا هذاك ديال الاذاعه المغربيه ما كنستعملوش ها هو البنات ما كنستعملوش هذا حتى الا كانت عندي حماتي عاد كنشعلو ولا عندي ماما كيبغيو يتفرجوا كنشعلوا لهم اما انا ما كنخدموش وما كنشارجيهش حتى كتكون جايه ماما عاد كنشارجيه كنعيط للسيد في المغرب وكيشارجيه لينا كيشارجينا وكيعطينا واحد الكود وكندخلو صافي هادشي اللي كاين ولا مارك ديالو راه كيتباع في المغرب وقلب شي 600 درهم في الاذاعات بزاف في دوزيم في بزاف الاذاعات بارابول احسن من بارابول كاع ومن من شهر ومعت العام قلل العام والله ما بقيت عاقله. المهم مي كنبغيو نشارجيو كنخلصو 300 درهم كيشارجيه لينا كيصيفط لينا الكود كندخلو صافي نوليو نتفرجو. المهم البنات يلا ساليت عيد والله عيد قلت لهم اشنو تبغيو العشاء يعني واش ندير باني ولا كنت باغي ندير لهم لي بات بالشامبينيون بلاصوص بيضاء قالك لا هادشي اللي شاط هو اللي غنتعشاو به يعني شاط شويه دجاج وشاط دنجال وكاين الفريت في المجمد حتى هي غادي نديروها صافي هو صيفط تقدا ليا شي حاجه خاصه لي للدار انا هو هذا اللي جا صافي كاع قبل ما ديري لينا العشاء ماما مشي رتاح واحد شويه يلا 3:30 شي شويه نوض لداك الدوش تا هو ندردك عليه بواحد الفركه وصافي هادشي اللي كاين. المهم بنات مشايشه متقدا ليا الله يخلف هذا ديال الطياب وديال حتى الا بغيتي تشربيها هو كاتبين هوت شوكولاتي و فور بيكينغ يعني الطياب و انا خديت النور مره كنت نديرها خديت الفلفله سالات ليا خيار خلاص جاب المايونيز وجاب الموطارد هذا العصير اللي كنشرب انا البنان غنحيد بعدا الفرماج نديرو في الثلاجه ايوا وجاب البيض سالا ليا مالو سد هاويلي يلا سمعتوا البنات اش قال لك الاوطيل ديال فانا فالك راه معروف اوطيل فيه كل قمت فيه واحد كان كيبقاو يولدوا فيه العيالات واشنو غادي يديروا شي ناموسيات تما يبقاو يولدوا عندهم حيت السبيطارات عملوا ياك شوفوا البنات السبيطارات عمرو راه حنا ايوا شتي البنات واليوم شحال عيشه مزادت 637 البنات اللي تزادوا وشحال ماتوا 30
شتو شحال زادت في هولندا؟ هي المجموع شحال؟ 3000 وشي حاجه ياك. 3000 يا 3000 وشي حاجه البنات. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يحيد علينا هذا البلاء بالزربه بالزربه. والله هذا كيبان ليا غايد دوز معنا الصيف ورمضان. شتو غادي يا ويلي مادام اليوم تزادوا 600 راه حنا في الاخر ديال مارس، يعني ما بقى والو لابريل. ايوا ايوا امتى نوره هي في بيتها كتلعب حتى شي شويه وتهبط عندنا. انا غادي نجلس نرتاح دابا، ناخذ واحد كاس قهوه ونجلس وصافي من بعد نتلاقى معكم. المهم البنات كيف كتشوفوا معايا يبان لكم الحمام فاتك، رانا كنفرك فيه وباقي لي عير هنا نفركو مزيان، وهنايا صافي الحيوطه كلهم فركتهم. مي ما كنكونش فاركه مزيان، نوريكم اشنو كيكون فيها بلقى شي بلاصه نسيتها، نوريكم اشنو كنلقى فيه مع مع الدوش وداكشي اللي فركت. المهم هذه البلاصه هذه ما كتكونش بيضه، كتكون في الاحمر. بلاتي نشوف لا نسيت ها هي بلاصه، بلاتي نجيب بونجا. ها هي بلاصه بحال ما هكا كيكون، بحال ما هكا تيكونش هكا. ها شتي هنا نسيت هاد البلاصه كيولي بيض. ها شو هنا نسيت شتو كنقول غير يا با نسى شي حاجه باش نوريكم. صافي وكيولي كله بيض كيشعل. صافي دابا غادي نكب عليه الماء كامل ونحك الارضيه، نحكها مزيان نفركها. اللي بغيت نقول لكم الارضيه هاد السيمه هذه هي اصلها كحله ماشي بيضه، تما في البيض هادي اصلها في الكحل، وجليج هكا داير في الزرق منقط، وحرش هاد الجليج ديال الحمام حرش. علاش؟ باش ما يزلقش هادشي اللي كاين. المهم دابا نفرك الحمام كامل ورانا خاويه في حتى حاجه، ترجع كلشي بلاصتو من بعد. غادي نمسحو، حيت باقي مغبر. ها باقي مغبر، خصني نمسحو من برا ومن الداخل وعاد ندخلو وعاد نعمرو. المهم خواتاتي كملت الدوش، ساليتو، حكيتو، رجعت كل حاجه بلاصتها. دابا جيت شعلت الفران، شفتو قشيت الدجاج. قلت لكم انا باقي داكشي ديال الغدا هو اللي غادي نتعشاو به، باش غدا نقدر ندير لهم كسكسو. قال غدا غنديرو كسكسو حيت باقي عندي واحد القرعه حمراء غادي تخسر والقرعه الخضر. المهم باقي شويه ديال الباذنجان وهذه شرموله ديال المطيشه والبصله. وغادي ندير دابا شلاضه، راه جاب لي الخيار، غادي ندير فيها المطيشه وخيار وبصله، وغيدير نديرو الفريت. غيمشي دابا يدير هانتوما البنات نفس الغدا نفس العشاء غير الشلاضه اللي تبدلات. صافي حطيت الحريره البنات، صافي هادشي اللي بقى من الحريره، وحقكم في الجنه وسمحوا لينا، واللهم دوم هنيئمه يعني.